بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن شابتر جديد اللي هو الجينجيفال انلارجمنت. الجينجيفال انلارجمنت يعني ايه؟ يعني الجم عند لا حصل لها اوفر جروث. يبقى حصل ايه؟ اوفر جروث اوف ذا جم تيجو. تمام. طب حصل اوفر جروث للتم تيجو، حامل الاسنان زي ما انت شايف الاوفر جروث. طيب الجروث ده يا جماعه عاده يجولي بيبقى ايرجولر. تمام. بيقول لك مي اور مي نوت. يبقى هل لازم دايما في بليدنج؟ معاه مش لازم دايما في بليدنج. طب البليدنج ده على حسب ايه؟ على حسب الانفلاميشن. حلو. يعني لو حسب الانفلاميشن، لو كان عندي انفلاميشن فاكيد في بليدنج. لو كان فايبروتيك ما بقاش، يعني بيختلف يعني انفلاماتوري ماكس فايبروتيك. طيب زهقنا منهم. هايبربليجيا هايبرتروفي. هايبربليجيا زياده في السايز، بس الفكره هنا بسبب زياده في العدد. الهايبرتروفي هنا زياده في السايز، بس هنا كانت زياده في اسمه ده، او نقدر نقول ان ده زياده في السايز بسبب زياده في الفوليوم، حجم يعني. المهم دي نمبر ودي سايز، هنا منهم من كتر ما بنقول. في بقى حاجه اسمها فايبروتيك تشينج، هنا بقى زياده في الفايبرز تيشو. يبقى اكيوميليشن اوف الكولاجينس كونكتيف تيشو. كولاجينس تجويع من الكولاجينس مع الفايبرز مع الكلام ده كله، كونكتيف تيشو يتجمع نعمل لك الفايبروتيك تشينج. طيب التريتمنت بتاع الجينرال انلارجمنت بيعتمد على ايه؟ لك بيعتمد على السبب. طب ايه بقى الموضوع؟ بنقسم الاسم ده السبب بتاعنا. اول حاجه انفلاماتوري. يعني انت بص كيف معايا، يعني انا هيحصل لي جينرال انلارجمنت امتى؟ لو كان في انفلاميشن، سواء بقى اكيوت انفلاماتوري تشينج او اكرونيك. تاني حاجه دي اكتر حاجه احنا يعني انت مرتبهم، دكتور مرتبهم على حسب اكتر حاجه بتحصل. تاني حاجه دراج انديوز انلارجمنت، شرحناها الترم اللي فات مليون مره. ادويه شبه الفينيتون والدايلانتين دي في الانتي كونفولجنت، السايكلوسبورين، الاميونو سابريسنت، النيفيديبين في الكالسيوم شانل بلوكر. طب بعد كده الانلارجمنت المصاحب بالسيستميك ديزيز، سواء بقى كونديشنز بقى البريجننسي وبيبرتي وبلازما سيل جينجيفايتس، كل ده اتشرح الترم اللي فات بالتفصيل. او ممكن تبقى سيستميك ديزيز بقى اللوكيميا وحاجه اسمها ساركيدوزيس. تمام. طيب ممكن تبقى نيو بلاستيك ورميه شبه بيناين تيومر او مالجنان تيومر. ممكن تبقى فولس انلارجمنت شبه مرض يا جماعه اسمه تشيروبيزم. تمام. والتراي، هي التراي ديت انلارجمنت بس، او شويه اكزوستوزيس شويه بس تكلصات من العظم كده. تمام. طيب ممكن تبقى ايديوباثيك شبه الجينجيفال فايبروماتيز، انا مش عارف سببها ايه، مره واحده كده حصل. تمام. طيب احنا بنعرفها بس كمخططا، انت فاهم يعني، انت عارفها كاسامي بس يعني كمخططا كده كده ده كله اتشرح الترم اللي فات. طيب اهو ده نفس الكلام اللي بيتعاد، دراج انديوزد والاسوشيتد جرامتس والكلام ده كله. طب ايه تاثير الجينجيفال انلارجمنت؟ لما يحصل جينجيفال انلارجمنت اولا كده الاورال هايجين بتاعي بقى امبيدد، صعب جدا الاورال هايجين بتاعي، مش هعرف اتكلم لان الجينجيف عندي كبيره والاوكلوجن بتاعي اكيد مش مظبوط والاستاتيك اكيد وحش. هيأثر على التور نورمال توث ايربشن. هتلاقي لو في جينجيفال انلارجمنت تحس ان السنه قصيره زي اللازم، فممكن الايربشن بتاعي كمان يتاثر. ممكن يعمل لك الاسنان يحصل لها مايجريشن، يضغط يعمل بريشر على الاسنان ويخلي الاسنان يحصل لها مايجريشن، طبعا هيبقى في بريدونتال ديزيز. طيب التريتمنت اي جينجيفال انلارجمنت عيان هيجي لك، انا دلوقتي جيت لك العياده وانا عندي جينجيفال انلارجمنت، حل لي يا دكتور المشكله دي. اول حاجه لازم فيز 1 ثيرابي. فيز 1 ثيرابي عباره عن ايه؟ عباره عن اورال هايجين، نعمل سكيلينج وروت بلاننج. لما تشوف الاورال هايجين ظبط عند الاورال هايجين نبدا نعمل ري ايفالويشن. يبقى كده في اول فيز 1 انا عملت ايه؟ اورال هايجين وسكيلينج وروت بلاننج. بعد كده جيت العيان عملت لي ايفالويشن، لقيت ان نفس المشكله دي موجوده، هخش له جراحيا، سواء بقى جينجيفكتومي جينجيفوبلاستي فلاب، هنعرف كل ده دلوقتي. حلو. طيب فبيقول لك انت هتبدا بسكيلينج وروت بلاننج بروفايد، بس خلي بالك السايز اوف ذا انلارجمنت داز نوت، لو قال لك لو كان السايز اوف بتاع الانلارجمنت يعني داز نوت انترفير وذ ذا كومبليت ريموفال اوف ذا، يعني قال لك السايز بتاع الانلارجمنت ما تاثرش بالكومبليت ريموفال اوف ذا ديبوزيت من انفولف التيس ان سيرفيس. طيب هنا هبدا اعمل ايه؟ قال لك هنا في الوقت ده طبعا لو كان قال لك طبعا مثلا وين كرونيك انفلاماتوري جينجيفال انلارجمنت انكلود سيجنيفيكانت فايبروتيك كومبوننت ذات داز نوت اندرجو شرينجج اوف ذا سكين، يعني بيقول لك ايه؟ لو حصل لي انا مثلا كان عندي كرونيك انفلاماتوري جينجيفال انلارجمنت وكان معاها فايبروتيك كومبوننت، يعني فايبروزز وكونكتيف تيشو والكلام ده كله، المهم يعني ما حصلش شرينجج بعد ما عملت سكيلينج وروت، يعني فضل لسه الانلارجمنت زي ما هو. تمام. عامل اوبسكيور يعني الترسبات الموجوده على السنه والكلام ده كله بقت ايه بقى، انت فاهم طبعا انت مش هتعرف تنطط في الحته دي، في الحته بالاخر كده في عك هنا. تمام. طيب انت في الاخر عشان بس نلخص الرغي ده كله، انا واحد انا عامل سكيلينج وروت بلاننج. تمام. طيب عملت سكيلينج وروت بلاننج فشلت، هبدا اخش ايه؟ هبدا اخش جراحين بدل الرغي ده كله مش ملوش الف لازم. طيب هخش جراحيا بحاجه من حاجتين، جينجيفكتومي او فلاب اوبريشن. طب امتى اخش جينجيفكتومي؟ تعالى كده نشرحها وبعد كده نرجع تاني. امتى
امتى هعمل change log 2؟ اول حاجه وزود بس واحده كام واحده هنزودهم كده. قال لك لو كان المشكله عندي localized. يعني كلمه localized يعني not exceed مش اكتر من 6 اسنان, يعني اخرك 6 اسنان. تاني حاجه هنستخدم برضو فيها الجينجيفكتومي, لازم بص كده يبقى فيه presence of adequate zone. دي اهم حاجه عندك عشان هيسالك في الامتحان ايه اهم حاجه عندي في الجينجيفكتومي, ان انا يبقى عندي keratinized tissue. طب يبقى قد ايه؟ حوالي 2 ملي مش اقل, اكتر ما عنديش مشكله. تمام. طب حاجه كمان نزودها برضو من ان انا اعمل جينجيفكتومي, ما يبقاش عندي osseous bone defect, واحنا شرحنا مليون مره ما يبقاش عندي osseous bone defect, لان انا لو عندي osseous bone defect بخش في لاب ما بعملش جينجيفكتومي. يبقى احنا في عندنا حاجه اسمها جينجيفكتومي وعندنا حاجه اسمها فلاب. حلو. انا هنا لو هو عنده osseous bone defect هنشرح الاثنين دلوقتي, هنعمل فلاب. طب هو ما عندوش osseous bone defect هعمله جينجيفكتومي. حلو. طب ايه كمان؟ لو كان عنده الجينجيفال انلارجمنت بتاعته فايبروتيك. يعني فايبروتيك يعني مليان بفايبرز وكونكتيف تيشو. ايه ده, هو في نوع تاني من الجينجيفال انلارجمنت؟ اه, في نوع يا جماعه اسمه انفلاماتوري, او بص كده, او انفليمد او ايديماتس. هنا بص هنا الانفلاميشن عامل ازاي. ده ما ينفعش جينجيفكتومي خالص ده. تمام, جميل جدا. يبقى احنا اتكلمنا على لو كان لوكالايز, لو كان مفيش اي انترا اوسيس بوند افكت, اديكوت زون, كراتينايز 2 مللي, فايبروتيك, انكمبليت باسيف ايربشن. يعني كلمه انكمبليت باسيف ايربشن, بص كده الاسنان الجينجيفا طالعه معاها. المفروض يا جماعه يعني يعني باسيف ايربشن. باسيف ايربشن, بص انت عندنا فين نوعين من الاوبشن, في عندنا حاجه اسمها اكتيف ايربشن وفي عندنا حاجه اسمها باسيف ايربشن. اكتيف ايربشن ان السنه بتطلع من السوق بتاعها, ده الاكتيف ايربشن الحاجه الطبيعيه. باسيف ايربشن ان السنه واقفه بس الجينجيفا هي اللي بتنزل عشان يعني بص كده, يعني السنه واقفه بس الجينجيفا هي اللي بتنزل عشان تخلي شكل السنه يبان. يعني دي اسمها باسيف ايربشن. يعني باسيف ايربشن السنه واقفه بس الجينجيفا هي اللي بتنزل, فانت متخيل ان السنه بيحصل لها بتطلع, عين السنه ثابته بس الجينجيفا بتنزل, فانت متخيل ان السنه بتطلع. يعني طيب حصل يا جماعه ايه؟ حصل عندي مشكله في الباسيف ايربشن, انكومبليت باسيف ايربشن. يعني ايه انكومبليت باسيف ايربشن؟ يعني الجينجيفا المفروض تنزل زي ما قلت لك عشان تبين السنه واقفه, مش عايزه تنزل. بص كده واقفه مخليه باينه ان السنه صغيره, فبرضه نستخدمه عادي. او حته الاساتيك بتاعها مش حلو, ان اساتيك او اسيمتريك جينجيفا. يعني انا عندي جينجيفا اساتيك بتاعها وحش او مش متناسبه. ايه كمان يا جماعه؟ عارفين طبعا الجام سمايل. الجام سمايل كان يقول لك لو بنعمل لها كراون لينسنج. طب انا دلوقتي انا بعمل كراون لينسنج, ما انا فانا الكراون لينسنج ممكن نعمله بالجينجيفكتومي عادي. هنعرف دلوقتي ان ممكن تعمل كراون لينسنج بالجينجيفكتومي عشان تسهل بعد كده اعمل ريستوريشن بقى والريستوراتيف دنسري بقى والحاجات التجميليه والكلام ده كله. لو عيان عنده اكيوت نيكروتايزنج ألسيراتيف جينجيفايتس, العيان اللي كان عنده اكيوت نيكروتايزنج ألسيراتيف جينجيفايتس كنت اقول لك يا جماعه البابيلا بتاعته كراتر شكله عامل شبه فواهه البركان لو انت فاكر, فانا محتاج برضه ان انا احل المشكله بتاعته. تمام. احل كمان حاجه اسمها الفوركيشن انفولفد, ان انا شرحتها في شابتر الفوركيشن لو انت مش فاكره ارجع له. تمام, ده كده الانديكيشن بتاعت الجينجيفكتور. طيب نرجع تاني لموضوعنا. يبقى انا ممكن اعمل جينجيفكتور او ممكن اعمل فلاب اوبريشن بقى الكونترا انديكيشن بتاعتي. يعني هتيب لو انا ما ينفعش اعمل, عرفت اعمل جينجيفكتور بعمل فلاب. تمام. طيب الكلام اللي بينهم ده انا هيشرح بالتفصيل قدام عشان كده بعديه. تمام يا جماعه. بس الدوج مكتوبة دي حاجة اسمها تيومر لايك انفلاماتوري انلارج. لو حصل عندنا انفلاماتوري انلارج عامل شبه التيومر عادي بنشيله بالجينجيفكتوم عادي, اهم حاجة ما يكونش تيومر حقيقي, والتيومر طبعا ما بيتعالجش يا جماعة. طيب لو عيان جالك عنده اكيوت بريدونتال ابسس, طيب البريدونتال ابسس اعمل ايه؟ اول حاجة درينج, اعمل درينج عندك, بعد كده اعمل سكيلينج وروت بلانج, بعد كده هبدا اعمل بريدونتال سيرجي اشوف لو في اي حاجة اشيلها مثلا الكلام ده كله انضف, اديله انتيبيوتيك, ممكن اخلع السن عادي لو لسه الموضوع كبير قوي. تمام. طيب امتى انت انتبيوتك؟ هتدي انتبيوتك يا جماعه في كام حاله؟ في 5 حالات. طبعا اول حاله سيلولايتس طبعا اكيد اللي هي تبقى طبعا نون لوكال دي جنرالايز. ايه كمان يا جماعه؟ عندي بوكت, بس اي بوكت؟ لا لازم البوكت بتاعي يبقى اكسسبل, مش عارف اوصله وديب قوي. طبعا بندي انتبيوتك لو في سخونيه, لو في ريجنال ليمفوباسي, لو بيشنت يا جماعه اميون وكمبرومايز طبعا لازم تدي انتيبيوتيك. طيب الانتيبيوتيك اللي هديها ايه؟ قال لك انت بتدي اموكسيسيلين. تمام, مش مهم جرعات. تمام. طيب ممكن ندي, قال لك ممكن ندي بنسيلين. طب انا لو عندي حساسيه من البنسيلين هدي كليندامايسين.
تمام. يبقى انا لو عندي من الاخر كده هدي او هدي هدي اموكسيسيلين، عندي مشكله من الاموكسيسيلين هدي كليندامايسين. تمام. ممكن ادي ايه كمان؟ قال لك ممكن تدي حاجه اسمها اذيريثروميسين او حاجه اسمها كلاريثروميسين، بس اهم حاجه عندي مين؟ الاموكسيسيلين. فشل الاموكسيسيلين ادي كليندامايسين. طيب جميل جدا، يبقى اموكسيسيلين فشل عندي كليندامايسين او ممكن ادي اذيريثروميسين. طيب جميل، ده الدراج انديوزد، الكلام ده كله رخي مش عليك. طبعا الدراج انديوزد الادويه نفس الفكره، الدكتور ما شرحهاش اصلا، ده اللي انا قلت لك. طب انا مثلا عيال جاي عندي مثلا جينجيفال انلارجمنت بسبب البيبورت في حاله البلوغ والكلام ده كله، نفس الفكره، اول فيز 1 سكيلنج جروث بلاننج، نشيل لو اي سورس اريتيشن، نعمل كنترول لكل حاجه. فيز 2 سيرجيكال ريموفال لو حاجه الحاله ناشفه، لو حاجه الحاله باظت مني خالص. تمام. بعد كده ايه؟ كلوز مينتنانس ثيرابي تو افويد ريكارد، يعني ابدا اعمل مينتنانس اللي هو حافظ، اقول له مثلا اهتم بالاورال كافيتي، اعمل كذا، ما عوزوش الكلام ده كله عشان ما اتجنب ان ما يحصلش تاني. طيب واحد جالك مثلا، جات لك ست بسبب انها مثلا عندها بريجننسي تيومر او مثلا جينيفال انلارجمنت بسبب البريجننسي، نفس الفكره برضو، اول حاجه بريفنتنج، يعني نمنع الجينيفال ديسيز بيفور ات اوكرز. المفروض الست دي لما ما اعرف ان هي لسه البدايه عندها بمنحها، بقول لها خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا. تمام. طيب اي جينيفال ديسيز لازم اعالجه قبل ما الحاله تسوء عندي. يبقى تاني، انا دلوقتي جات لي ست عندها جينيفال الارن بسبب البريجنسي، انا هعمل ايه؟ قال لك انا هبدا اعمل بريفنشن، اعمل بريفنشن لاي جينيفال ديزيز، هعالج اي جينيفال ديزيز عندها. تمام. قبل ما الحاله تسوء عندي. طيب اذا نقدر نقول دي ملخصه العلاج بتاع كل واحده. انا لو عندي انفلاماتوري تشينج، سواء مثلا انا واحد مثلا عندي جينيفال ابسس، احنا لسه دلوقتي علاج ايه جينيفال ابسس؟ درينج وديبرايد، ننظف، نبدا نعمل ريكول للمره الثانيه، وبعد كده نبدا نعمل نعالج بقى الاكيوت سيمتوم عادي بتاعنا. مش كلام هبل يا جماعه. طيب بالنسبه للكرونيك انلارجمنت، انا في الكرونيك انلارجمنت هعمل ايه؟ اول حاجه هبدا اعمل بلاك كنترول، هعمل سكيلنج جروث بلاننج، بعد كده هعمل كونسلت فيزيشن، اوقات ممكن اكون متلخبط بينه وبين اللوكيميا او فيتامين سي لو السكارفي. تمام. عرفت ان هو خلاص كرونيك انفلاماتوري انلارجمنت، هعمل جينجيفيكتومي او فلاب زي ما قلت لك على حسب. طب دراج انديوزد، هعمل جينجيفيكتومي او فلاب. طب هيريديتري جينجيفال فايبروماتوس، جينجيفيكتومي او فلاب. طب بص بقى، ده كله امر سهل. لو عندي ورم هاخد بايوبسي، وطلع عندي ورم هنا ريفير، لازم نودي الحاله بقى خلاص. انت ما ينفعش، لانك انت يا جماعه لو شلت تيومر مثلا، واحد عنده لوكيميا مثلا سرطان في الدم، وشلته بيرجع تاني وممكن ينتشر يعمل لك بلاوي تانية. تمام. لاحظ ان هو ده يعتبر لسه ما دخلناش في الشابتر ده، كله كلام عبيط يعني. دي مثلا مهمه. تمام. دي مهمه. اللي فات ده كله يا جماعه على فكره ولا مهم ولا هيتسال فيه ولا اي حاجه، لان الدكتور والله يا جماعه ما شرحش اي حاجه. الدكتور لا قاعد يديك اي فكره، انت فاهم اي حاجه هنعمل ايه مثلا فيز 1 والهبل ده. طيب ايه الكونترا انديكيشن بقى بتاعت الجينجيفيكتومي؟ بص كده، اول حاجه عكسها، مش انا هنا كنت بقول لك لازم يبقى في اديكوت زون اوف كراتينايز، هنا او كونترا انديكيشن لو ما فيش كراتينايز تيشو. تمام. طب حاجه كمان يا جماعه، لو بشتغل في انتيرور تيز، قال لك لو بتشتغل في انتيرور تيز فوحش قوي انك تعملها، يعني بنعمل فلاب احسن، عشان الفلاب يعني بيتقفل بطريقه احسن، لان الكونتر ان الجينديفيكتومي بيقفل يا جماعه بالسكند انتنشن بشكل وحش شويه. فانا في حته لو اساتك مهمه جدا عندي مثلا فيشال سيرفيس انتيرور تيز، يعني ما بحبش انا اعمل قوي. طب واحد عنده بوكت، البوكت ده نازل لغايه الميوكو جينجيفال جانكشن، لا هنا البوكت ده كبير قوي قوي قوي. تمام. فمش كونترا انديكيشن انا اعمله بيعملوا جينيفكتومي، بيعملوا افضل بال الفلاب. تمام. واحد عنده انترا بوني بوكيت، واحد عنده مثلا، احنا طبعا عرفنا في حاجه اسمها انترا بوني، واسمه ده اللي هو، وعندنا في حاجه اسمها اسمه ده كان اسمها ايه، سوبرا بوني بوكيت. تمام. افرض هو كان عنده انترا بوني بوكيت، يعني انترا بوني بوكيت يعني البوكيت تحت العظم، يعني بوكيت واسع قوي لجوه لتحت، برضو بالنسبه لي لا صعب. بص كده، جينجيفال انلارجمنت بسبب بلاد ديزيز، مشاكل في الدم شبه لوكيميا مثلا، برضو ده طبعا لسه قايل لك انفليمد او ديمتس باد اورال هيجين، برضو ما ينفعش اعمل جينجيفيكتوم عشان الانفكشن والكلام ده. تمام. طيب هو ايه مميزات اللي ولا ليه بيعمل جينجيفيكتوم اصلا؟ بريدكتبل، يعني انا بعرف النتيجه بتاعته بريدكتبل، سهل يعني، وغير ان هو سهل جدا. تمام. الاكسس بتاعته في سهله، انت بتمشط كده وبتعمل حاجات بسيطه. عيوبه بقى، بص كده عشان كده انا ما بحبش استخدمه في الانتيرور تيز، غير ان هو البليدنج بتاعه كتير جدا، غير ان هو يعني احنا محتاجين كراتينايز، وهو نفسه لما بتعمله بيقلل كراتينايز، انت فاهم؟ يعني احنا محتاجين كراتينايز وهو نفسه لما بتعمل بيقلل كراتينايز. ما زي ما قلت لك ما بقدرش اعمل تريتمنت الانترا اوسيس ديفكت،
تمام. يبقى قال لك ما ينفعش نستخدم معاه اسمه ده الانترا اوسيس ديفكت، دي مهمه جدا. تمام يا جماعه، جميل جدا. طيب نخش بعد كده على الفاريوس تكنيك اوف الجينجيفكتومي. ايه التكنيك اللي بنستخدمه في الجينجيفكتومي عندنا؟ قال لك عندك اربعه تكنيك، ممكن يبقى لك انيوميريت: سيرجيكال جينجيفكتومي، جينجيفكتومي باي الكترو سيرجي، ليزر جينجيفكتومي، جينجيفكتومي ويز كيموثيرابي. اول حاجه السيرجيكال جينجيفكتومي. انا في السيرجيكال جينجيفكتومي المفروض ان انا بعمل ايه يا جماعه؟ قال لك انا بتخش هنا جراحيه، حلو. طيب بعمل ايه؟ قال لك انت كل الفكره بنحتاج هذكر في البتاع ماوس ميرور بروب، بنحتاج حاجه اسمها بوكت ماركر، هوريك دلوقتي الكلام عنه، حاجه اسمها كريكلاند اند اوربنت انتردنتال جينجيفكتومي نايف، تمام، بتحتاج بارد باركر هاندل، تمام، محتاج سيرجيكال بليد، تمام، محتاج كوريت، لا دي مش مهمه خالص، دي مش عايزاها. طيب ومحتاج دريسنج. تعالى كده بص هنفهم احنا نعمل اولا مبدئيا كده اهو، ده بص ده الحاجه اسمها كريكلاند نايف، وده الاوربنز نايف يا جماعه، دي طبعا انواع البليد بتاعتنا عادي، تمام ماشي. اهو ده الاوركن لايف وده الاوربنز نايف، الحاجات دي يعني اعرفها لو يعني اتسالت فيها، تمام، بس اتوقع يعني من الحاجات دي ما يعني مهم يعني نخش على الموضوع بتاعنا السيرجيكال جينجيفكتومي. انا اول حاجه في السيرجيكال جينجيفكتومي هبدا اعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه بص كده هبدا ان انا ابدا بص كده اعمل نقط، شايف كده نقط عشان اطلع بليدنج. قال لك اول حاجه في السيرجيكال بروسيجر قال لك بنبدا نجيب نعمل حاجه اسمها بوكيت ماركينج، تمام. طب بنستخدم ايه في البوكيت ماركينج؟ حاجه اسمها كرين كابليان، تمام، هو ده اسمه الكرين كابليان، ده بنبدا نعمل بوكيت ماركينج زي ما انا كده بص عملت، او بنسميها بوكيت ماركر. يعني انت بص كده احنا قلنا من الحاجات اللي بتبقى محتاجينها بوكيت ماركر، فهو هو ده، تمام. اول حاجه انا بص كده هنبدا ان احنا نعمل انديوس بليدنج، تمام، يعني هنبدا نعمل كده بليدنج كده بحاجه اسمها كرين كابليان. مش عايز تعرفها ما تعرفهاش، الدكتور ما قالش اصلا، تمام. يبقى اول حاجه يا جماعه هنبدا ان احنا نعمل ايه بوكيت ماركينج، وزي ما قلت لك هنبدا نعمل نقط دم كده، تمام. طب بعد كده بعد ما احدد خلاص مناطق البوكيت والكلام ده كله، انا هحط كده هبدا اشوف الحته هيطلع فيها دم والكلام ده كله، بعد ما احدد الحته دي كلها هبدا اعمل جينجيفكتومي، هستأصل. طب بمشي بزاويه كام؟ قالك بتمشي بزاويه 45 درجه عشان الدكتور كاتبها اهو، تمام. يعني بص كده عملت خلاص البوكيت ماركينج، بعد كده هعمل بيفلت، يعني هخش كده بزاويه 45 درجه واقطع الحته دي كلها، تمام. يبقى اول حاجه عملنا بوكيت ماركر، بعد كده عملنا جينجيفكتومي. استخدمنا ايه في النوع النوع حاجه اسمها اكسترنال بيفل كده، احنا عندنا في اكسترنال بيفل انسيشن وفي انترنال، احنا هنا عملنا اكسترنال قطعنا الحته دي كلها. عملنا تاني احنا عملنا ايه في الجينجيفكتومي؟ عملنا اول حاجه بوكيت ماركينج، حددنا البوكيت، بعد كده عملنا جينجيفكتومي بزاويه 45 درجه اكسترنال بيفل. استخدمنا ايه واحنا بنقطع الكلام ده كله؟ حاجه اسمها كريكلاند نايف. طيب استخدمنا ايه؟ حاجه اسمها كريكلاند نايف. بعد الكلام ده كله رحنا، يبقى احنا كده بص كده، يبقى احنا اول حاجه عملنا اسمه ده عملنا حددنا يعني فين اسمه ده البوكيت الماركر بتاعنا. بعد كده اللي احنا عملنا ايه اهو، بعد كده عملنا بزاويه 45 درجه زي ما انت شايف كده عملنا الجينجيفكتومي. طب بعد كده يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ بعد كده بيبقى في مسافه اللي هي الانتردنتال بابيلا دي. قال لك الانتردنتال بابيلا دي بتبدا انك تعمل لها انسيشن. طب بتعمل انتردنتال بابيلا انسيشن عن طريق حاجه اسمها الاوربنز نايف، لسه هوريك صورته من شويه. اذا الاوربنز نايف ده بيستخدم في ايه؟ بيشيل الانتر بروكسيمال تيشو. فين ده؟ ده بيشيل الانتر بروكسيمال تيشو، تمام. طيب بعد كده انت بقى تعمل تيشو ريموف بقى وتحط الدريسنج بتاعك في النهايه. بص كده اهو، بص كده، يبقى احنا اول حاجه عملنا بيفلد انسيشن، بعد ما عملنا بيفلد طبعا احنا قبليها المفروض بص كده عاملين ماركر زي ما انت شايف اهو، في نقط الماركر اهي، صح. طيب بعد كده عملنا بيفلد جينج برايمري انسيشن او اكسترنال امبيفل يعني، تمام. طيب البيفل ده احنا عملناه زاويه كام؟ زاويه 45 درجه. استخدمنا الكيركل ده هو ده. طب بعد كده هنروح على مين يا جماعه؟ هنروح على الانتردنتال تيشو اللي بين التيشو ده، هنشيله بايه؟ هنشيله باوربنز نايف، تمام. بعد ما نشيله هنبدا نعمل تيشو ريموفال ونشيل لو في اي جرانوليشن تيشو كالكولس، انت بص كده بشيل كل حاجه، بعد كده احط البريدونتال بوكيت بتاعتك، تمام. مهمه جدا عشان هي مش موجوده كلام وعايزك بس تعرف. عملنا انسيشن بكريكاند لايف اللي هو مين؟ اللي هو ده. معلش يعني انا الترم ده ما لحقتش اعمل ورقه في البريو، تمام. طيب بعد كده هخش على الانتر دنتال بابيلا بالاوربنز نايف، بعد كده بقى نعمل الكلام اللي احنا عارفينه اللي احنا عارفينه. طيب ده كده السيرجيكال حاجه. بس نعرفها في الهيلينج، الكلوت فورميشن بيبدا اول لما تعمل، يعني بعد ما تعمل جراحه على طول بيبدا يحصل الكلوت فورميشن عندك،
تمام. طب انت بعد ما يعمل كلوت المفروض ان في عندنا يعني الحته دي اتشرحت ايام الجنرال سيرجي تمام. انت بعد بص يا جماعه، انت اول ما تشتغل جراحيا بعد ما تخلص شغل جراحيا بيبدا يعمل كلوتنج، الكلوتنج ده بيحصل على طول. بعد كده خلايا الابيثيليوم بتروح تجري يا جماعه من المارجن بتاعت الجرح، يعني تخش تقفل الجرح بتاعك. خلايا الابيثيليوم بتيجي امتى؟ من 12 ل 4، من 12 ل 24 ساعه بتيجي خلايا الابيثيليوم تيجي. يبقى اول حاجه هيبدا يحصل كلوتنج، ده على طول بعد الجراحه. بعد ما الجراحه على طول هتيجي يحصل حاجه اسمها ابيثيريال مايجريشن، خلايا الابيثيريال بص كده لو فرضنا الجرح اللي انا فاتحه، يبقى في خلايا ابيثيريال قاعده على السطح هنا كده، بتقوم خلايا الابيثيريال سايبه السطح هنا وجايه في النص في منطقه الجرح، وتبدا ان هي تعمل لك اسمه ده، تقفل لك المنطقه دي. بتيجي امتى؟ من 12 ل 24 ساعه. بعد كده من 5 ل 14 يوم كده يبدا يحصل اهو كومبليت ابيثيلايزيشن، يعني خلايا الابيثيريال تقفل الحته دي كلها، بتشغل حوالي نص ملي كل يوم تمام. طيب بعد بقى احنا دايما حتى شرحتها لك يا جماعه، شرحت لك في شابتر ريجينيشن، قلت لك هو مين اسرع واحد بيجري الاي بي سي لم، تاني واحد بعد مين؟ يجي الكونكتيف تيشو من 10 ل 30 يوم يبدا يعمل لك كومبليت للهيلنج بتاعك في خلال 7 اسابيع. يبقى انت الهيلنج بتاعك عباره عن ايه؟ هيجي كلوت فورميشن بعد ما تعمل سيرجي، بعد كده هي بعد كده من قد ايه؟ لك بعد كده من 12 ل 24 ساعه، اللي هو من يوم يعني قول بعد يوم تمام. طيب بعد يوم هتيجي خلايا الاي بي سي تيجي. طب خلايا الابيثيليال هتيجي هتبدا تعمل لك ايه؟ هتبدا تعمل لك ابيثيلايزيشن. قال لك الكومبليت ابيثيلايزيشن امتى؟ قال لك كومبليت ابيثيلايزيشن يعني نص شهر، من 5 ل 14 يوم تمام. طيب بتعمل قد ايه؟ نص ملي كل يوم. بعد كده في خلال شهر كامل هيبقى ايه الكونكت تيشو حصل كومبليت بالظبط، يعني في حوالي 7 اسابيع، شهر و10 ايام كده ولا حاجه تمام. طيب جميل جدا، ده كده الهيلينج بتاعنا. تعال بقى نتكلم، احنا كده اتكلمنا على السيرجيكال صح، مش اتكلمنا كده على الجينجيفيكتومي صح؟ ده اتكلمنا على الجينجيفيكتومي. امال ايه البيفل اللي انت عرفنا بيه؟ البيفل ايه هو؟ ومين بقى البيفل اللي انت عرفنا بيه عملت تتكلم عنه كتير؟ البيفل يا جماعه احنا بنعمل فيه تلات حاجات بس، يعني البيفل انا مش عايزك تعرف غير ان هو تلات حاجات بنعمله. ايه اللي احنا بنعمله في البيفل؟ اولا كده البيفل احنا بص كده هو مكتوبين هنا، احنا قلنا في الجينجيفيكتومي بنعمل ايه اول حاجه؟ صح، كنا بنعمل اكسترنال بيفل. في الفلاب احنا بنعمل انترنال بيفل. يبقى اول حاجه هنعملها عندنا هي انك هتبدا تعمل لك انترنال بيفل انسيشن. بعد الانترنال بيفل انسيشن هنروح نبص كده، بص كده قطعنا الحته دي، بعد كده هاجي على الحته دي واقوم اقطعها كمان. طب لاحظ قصدي، يعني بص كده عملت انترنال بيفل او قطعت الحته دي، قطعتها، بعد ما قطعت الحته دي هاجي عند منطقه السالكس، بس دي منطقه السالكس، واقوم قاطع الحته دي كمان. حلو، يبقى هعمل سكند، قال لك سيرفايكال او سالكرر، الاثنين صح عشان الدكتور قال لي سيرفايكال او سالكرر ما تتلخبطش تمام. بعد كده هروح على ايه يا جماعه؟ على حته الانتر دنتال بابيلا دي، واقطعها، اقوم شايل دي خالص واقوم رجع دي مكانها تاني. يبقى انا عملت ثلاثه، ده في الفلاب، عملت انترنال بيفل، عملت سيرفايكال انسيشن، عملت انتر دنتال انسيشن، بس ده مش اكتر من كده. طيب امتى احدد انهي نوع من التو سيرجيكال؟ اول حاجه قالك the clinician decide between the two surgical technique. اول حاجه ال extent of the area، يعني الاريا اللي انا هشيل منها قد ايه. لو كانت ديب قوي هنستخدم الفلاب اكيد. تاني حاجه بقى خطوره الانلارجمنت، لو كان الانلارجمنت بتاعي خطير قوي هنستخدم الفلاب. هل في برودونتايتس او اوسيوس ديفكت ولا لا؟ لان احنا قلنا من عيوب الجينجيفيكتومي ان هو ما بيستخدمش مع الاوسيوس ديفكت. اخر حاجه هل في ويتس بتاع كراتينايز؟ لو انا ما عنديش ويتس للكراتينايز ينفع استخدم جينجيفيكتومي؟ لا، استخدم هنا فلاب يا جماعه. فاذا بيقول لك ان الفلاب سيرجي عشان يقلل الجينجيفال انلارجمنت بيفافور، بنفضله عن الجينجيفيكتومي تمام. لان الفلاب يا جماعه الريكرنس على الجينجيفال تيشو بيقلل الريكرنس خالص. حلو، جميل جدا. اهو ده احنا قلنا يا جماعه الجينجيفيكتومي يبقى ايه؟ لوكالايز، يعني ايه؟ اخرج 6 اسنان تمام. طيب يعني بص كده نعمل مقارنة بين دي ودي، دي حتة small area enlargement، بص كده يعني ال enlargement بتاعنا كان small area، يعني واخد مثلا حوالي 6 أسنان، وفي عندك large area enlargement. قالك لو كان small area enlargement يعني واخد أكتر حاجة 6 أسنان مش هيبقى فيها attachment loss تمام. قالك ممكن أو ممكن يبقى فيها horizontal bone loss، بس أهم حاجة في ده كله يبقى فيه keratinized tissue. ده نستخدم الجينجيفيكتوم، مش عارفة مش كاتبة فوق. طيب امتى بقى نستخدم فلاب؟ قال لك اول حاجه لو ما فيش كراتينايز تيشو او لو في اوسيوس ديفكت، هنا نستخدم فلاب. اذا دي مقارنه بين الفلاب ومقارنه بين الجينجيفيكتومي. الجينجيفيكتومي سمول اريا، ما بيبقاش ما ينفعش يبقى فيها اتاتشمنت روز تمام، ولا ينفع يبقى فيه هوريزونتال بون لوز.
تمام. يعني هي ديت اور هوريزونتال بولز، ما ينفعش يبقى فيه هوريزونتال بولز، لان هوريزونتال بولز نسخه خطير جدا تمام. طيب ولازم يبقى فيه كيراتينايز تيشو. طب امتى نعمل لارج فلاب، او سوري نعمل فلاب اصلا لو كان في لارج اريا، لو في اوسيوس ديفكت، لو كيراتينايز كانت حته صغيره. طيب كده اتكلمنا على السيرجيكال جينفيك، نخش كده على الالكترو سيرجي. وده طبعا زمان كان بيستخدموه تمام، يعني بيستخدموا هاي فريكوانسي كده كارنت تمام، ونشيل بالنهايه يعني. تمام بتبقى واير الكترود كده للانسايزنج اند اكزيستنج، كل واحده كده باشكال بقى معينه والكلام ده كله تمام. طيب في عندنا شكل اللوب ده، اللوب ده بيعمل ايه؟ ده بلاننج للتيشو بس، يعني بعرف كده اللي هو حته بنعمل فيها البلان اللي احنا نقطع عليها بس، يعني الدكتور ما شرحش احنا ده كله، اعرف بس الكترو سيرج تمام. طيب هذا الالكترو سيرج بتاعنا. طب ايه مميزات الالكترو سيرجي؟ قال لك مميزاته هيعمل لك اديكوت كنترول اوف ذا تيشو اند كنترول. اولا كده هيتحكم في الهيمرج، لانه هو حاجه بقى اسمه ده يعني انت فاهم، حاجه تعتبر شبه الكي، هي مش كي بس هي شبهها يعني انت فاهم. طيب ايه كمان يا جماعه؟ الكنترول، هيحافظ لك على الكنترول بتاع السنه بتاعتك، انك هتشيل بجهاز كده فيظبط الكنترول. عيبه ما ينفعش تستخدمه على البيشنت اللي عنده مركب بيس ميكر، ريحتها بتبقى وحشه قوي تمام. لو مسكت العظم بتعمل لك ايريبيرابل، يعني عظمه ما بتصلحش، يعني حرفيا ايريفرسبل لو كسرت العظم، الهي جينريشن طبعا بتاعها تمام. طيب لما الالكترود ده لو مسك الروت بيعمل لك طبعا السيمنتم بيرن، بياكل السيمنتم. طيب نخش بعد كده الليزر، والليزر ده طبعا اللي هو الدايود والكربون دايوكسيد والنادياج والليزر والحاجات دي كلها، دي طبعا بنستخدمها في استئصال الجينجيفال اوفر جروس تمام. طبعا الاورال سيرجي الجراحين دلوقتي بيقول لك ريكوير بريكشنر، يعني بتبقى واخد احتياطاتك عشان تتجنب انك ان ريفلكتنج البيم اون انسترومنت سيرفيس تمام، ان يحصل ريفلكتنج للبيم تمام. وطبعا لو حصل ريفلكتنج للبيم والكلام ده كله بيأذيني تمام، يعني ان البيم وانت طبعا وانت شغال بتبقى انك من البيم ما يحصلش ريفلكشن تمام. حدينا اللاين اوكسجين طبعا يا جماعه، افهم بس الفكره يعني تمام. طيب الكيمو سيرجي مش هيتشرح، لان هو ما بقى دكتور ما شرحهاش اصلا، ما بقاش يستخدم دلوقتي، كانوا بيجيبوا يا جماعه ميه نار ويحطوها على الجينجيفال. حلو. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها الكراون لينسنج. الكراون لينسنج دي عمليه بقى بروسيجر ديزاين، اللي انا بزود السوبرا جينجيفال توث ستراكشر تمام، يعني السن عندي قصيره بحاول انا ازودها. طب بزودها ليه؟ للريستوريشن او للاستاتيك شكل جمالي، عن طريق اللي انا بعمل ايه، الجينجيفا تحت قوي برجعها عملت لها ابيكال بوزيشن انت فاهم، ابيكا وديتها ناحيه فوق شويه، عملت ابيكال بوزيشن للجينجيفا، وشلت لو اي في اي بون او حاجه مرخمه يعني وطلعتها فوق. طيب امتى بستخدم الكراون لينسنج يا جماعه؟ اول زي ما قلت لك لما اكون عايز ازود الكلينيكال كراون عشان للريستوريشن والكلام ده كله تمام. لو عندي مشكله في الباسيف ايربشن اللي هو زي ما قلت لك الجام سمايل، حصل مثلا السنه ايربشن كونسيست اوف ان اكتيف، طبعا السنه هو بيقول لك في نوعين من الايربشن، في حاجه اسمها اكتيف ايربشن وفي حاجه اسمها باسيف ايربشن. الاكتيف ايربشن هو الموف بتاعت السنه عادي في الدايركشن بتاع الاوكلوزال، يعني السنه طالعه عادي. امال ايه هو الباسيف ايربشن؟ ده الاكسبوجر اوف ذا تيز باي ابيكال مايجريشن، يعني الجينجيفا نازله لتحت، انا مش لسه شرحت دلوقتي ده يا جماعه، جميل جدا. طيب قال لك للاستاتيك، فور استاتيك ريكونتورنج اوف ذا جينجيفا ان كيس اوف اكسيسيف جينجيفال ديسبلاي باسيف ايربشن از ا نورمال كونديشن. يعني يا جماعه قال لك عادي انت ممكن يحصل جينجيفال ديسبلاي، يعني انا مثلا انا عندي جاما سمايل تمام، لو انا عندي اكسيسيف جينجيفال ديسبلاي يعني جاما سمايل يعني الجينجيفا عندي باينه، فالباسيف ايربشن مهما كان حاجه نورمال، يعني تقدر انك تعدلها ريكونتورنج بس للجينجيفا تمام. الكراون لينسنج ده بنهتم بيه بحاجتين، اول حاجه بص كده دايما الكيراتينايز لازقه في كل حاجه، تاني حاجه حاجه اسمها البيولوجيكال ويدز. ايه موضوع البيولوجيكال ويدز؟ البيولوجيكال ويدز يا جماعه هي المسافه بين البيز اوف ذا بوكيت لغايه البوم بتاعنا. اذا المسافه من البيز اوف ذا بوكيت لغايه البوم بتاعنا سميناها حاجه اسمها البيولوجيكال ويدز. المفروض البيولوجيكال ويدز يبقى قد ايه؟ يبقى المفروض يبقى 2 ملي. حلو. المفروض البيولوجيكال ويدز مهمه هتيجي لك في الفاينل. فقال لك ايه هو البيولوجيكال ويدث؟ هو الدايمنشن، المسافه من السبيس من الجانكشن الابيثيليوم اند كونكتيف تيشو اتاتشمنت اباف ذا الفيرال بون. يعني ايه ده؟ اسمه الجانكشن الابيثيليوم، يعني الجزء ده اسمه الجانكشن الابيثيليوم، فهو عباره عن جزء الجانكشن الابيثيليوم كونكتيف تيشو اتاتشمنت، ده اسمه كونكتيف تيشو اتاتشمنت، ده اسمه جانكشن. المهم يعني الحته ديت يعني اللي هي عباره عن جانكشن الابيثيليوم كونكتيف تيشو اتاتشمنت، او بمعنى تاني بين العظم وبين البيز اوف ذا بوكيت. طيب الاقل يا جماعه يبقى الكيست فيه 2 مللي بين ليه؟ عشان يا جماعه تخيل كده معايا، انا مثلا هحط مثلا كومبوزيت او هحط مثلا حاجه هنا كده. حلو. طب الحاجه هنا كده انا لازم اسيب على الاقل 2 مللي في الحته دي، لان لو دي مثلا الريستوريشن قريبه من اسمه ده من العظم هيحصل بلاوي سودا صح، فانا لازم على الاقل اسيب بيولوجيكال ويدث 2 مللي. تمام يا جماعه. فلك ريكومند ذات دير شود بي اتليست على الاقل 2 مللي بين الريستوريشن انا هحطها المارجن بتاعتها والبنكرس عشان اسمح بالبيولوجيكال ويدث يبقى كويس.
تمام جميل جدا. طب البيولوجيكال ويدث فاريشن، قال لك يا جماعه لو حصل اكستنشن ريستوريشن تو فار سب جينيف نزل قوي، يعني بقى 2 اقل من، المفروض غلط، المفروض اقل من 2 مللي، هيعمل لي طبعا هيأثر لي على الاتاتشمنت بتاعي، هيبدا يحصل. طب اعرف منين بقى يعني ايه الحاجات اللي هتبين؟ اول حاجه هيبدا يحصل جينجيفال انفلاميشن زي ما انت شايف في الصوره دي. تاني حاجه يا جماعه هيبدا يحصل بون لوز واتاتشمنت لوز. طب العيان هيبدا يحس بين حوالين الريستريشن في بليدنج في الانفلام دي جينجيفا، ويبدا يحصل جينجيفال ريستريشن وبون ريستريشن. طيب اذا يا جماعه الادكوت ويتس بتاع كراتينايز جينجيفا شود بي مينتيند عن طريق ان هو يبقى اكبر من او اقل من 2، تمام. الكراون لينسنج اعمله ازاي؟ بحاجه من حاجتين، برضو جينجيفيكتومي او فلاب. طب امتى اعمل جينجيفيكتومي؟ ابدا اعمل ابيكارابوزيشن فلاب، نفس الفكره. امتى اعمل جينجيفيكتومي؟ لو عندي كراتينايز جينجيفا كويسه، لو تبقى 2 مللي او اكتر، او تاني نوع لو عندي الجينجيفا بتاعتي لازم تبقى ثيك بايو تايب، لازم تبقى ثيك سميكه مش تبقى ثين، تمام. طيب قال لك الجينجيفيكتومي دي عمليه امتى؟ قال لك الاوستيوتومي از نوت ريكوايرد، يعني هنا يعني فين هنا في العمليه ديت بيبقى البيشنت ده عنده الجينجيفا كويسه وعنده كيراتينايز جينجيفا، فانا ما بشيلش من العظم، فبالتالي الاوستيوتومي از نوت ريكوايرد، والليفل بتاع العظم بتاعنا الالفر كريست يعني يسمح بالبيولوجيكال ويتس عادي والدنيا تمام. طالما البيولوجيكال ويتس عنده تعتبر كويسه والدنيا كويسه، هو بس كل الفكره ان عنده مثلا شويه ديليد باسيف ايربشن، انت فاهم، شويه جينجيفا حاجه بسيطه، هنا بقى نعمل له جينجيفكتومي. طب امتى نعمل ابيكاربوزيشن فلاب بقى؟ هنا بقى لو ما فيش كيراتينايز جينجيفا كويسه، او زي ما قلت لك في اوسيس بقى، انا عايز اعمل هنا في اوسيس ديفكت، فانا عايز اعمل اوسيس ريكونتور، عايز التظبيط للاوسيس ده كله، وعايز ارجع البيولوجيكال، انا عايز اعمل استاش اسمه ده استابليشمنت للبيولوجيكال ويتس. وطب فهنا اضطر ان انا اعمل ابيكاربوزيشن فلاب، بس خلي بالك الابيكاربوزيشن فلاب بهرته ممكن تستخدمه مع الثين بايو تايب، لان ثيك بايو تايب خلاص يستخدم الجينجيفا. طب ثين بايو تايب لا، انت تستخدم الابيكال ريبوزيشن فلاب، تمام يا جماعه. او زي ما قلت لك يبقى ان ادكوت زون اوف الاتاتشمنت. طب ايه الابيكال ريبوزيشن فلاج ده؟ انا شرحته في محاضره اسمه ده بلاستيك سيرجي، هتلاقيه شرحه بالتفصيل الممل فيها يعني، تمام يا جماعه، جميل جدا.